هاي everybody, how are you؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم جميعا بألف خير يا رب، وصحة وسلامة، ورمضان كريم ويعيد علينا وجميعا الأيام بالخير يا رب. النهاردة جايين نتعلم، بما اننا في أول رمضان عايزين نتعلم ازاي ننطق دعاء الإفطار بالإنجليش. دعاء الإفطار: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هقولها ازاي بالانجلش، هقول: او الله، for you have I fasted, and by your provision I have broken my fast. Thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is certain if Allah wills. Again, O Allah, for you have I fasted, and by your provision I have broken my fast. Thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is certain if Allah wills. ما تنسينيش في دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.